كنا قاعدين بالبيت عم نتفرج على التلفزيون، ما شفنا غير نزل قذيفة وقعد البيت فوقنا، شافونا عم نشفى الباسل وهي ولانه هدول عم يضربونا لانه نحن صامدين واقفين بوجههم مع الجيش العربي السوري. ماني خايف لا من ارهابهم ولا شيء، ولا طمينا طيبين لهلق لا بدنا نخاف من ارهابهم. وقع الصاروخ عنا بالبناي، طبعا صار في عنا اصابات كثير منه بيت عمي واولاده، وفي 10 اصابات في الحاره كمان. هلا نحن الحمد لله يعني الحمد لله كل شيء، الحمد لله انه هن مناح بالنهايه، هي اهم شيء. وما رح الشام يعني ما رح يخلينا نستسلم، رح نضل صامدين لاخر نقطه دم فينا.